السلام عليكم. اليوم نديرو وصفة بالخضر، يعني طبق صحي. واش لازم لنا في الوصفة؟ لازم لنا الدجاج، انا درت البلونت بولي، وزرودية، بطاطا، لوبيا خضراء، بصل، والثوم بالقشور تاعو بلا ما تقشروه، والفلفل والملح. بدينا درنا في كسكاس، بديت وسيت اللوبيا من تحت باش ما كي تفور ما تطلقش على الخضره واحد اخرين. بديت في اللوبيا، من بعد درت الجزر والبطاطا والبصل والثوم، واللحم خليته في الاخر باش كي يفور ويطلق البنه تاعو على هذوك الخضر. ودرت له الفلفل والملح ودرته وغطيته بورق الزبده ودرته يفور. او الطبق تاعنا ما بعد ما فار، ونزلت له اعشاب عطريه، زدت له لوتان سيترونى، وزدت له زيت الزيتون. وانتم تقدروا تزيدوا له اعشاب واحده اخرى من الفوق. وطبق صحي ولذيذ بنين وسهل.